احمر ليدي ان ريد. ياه صباحكم قشطه وورد وياسمين على اجمل متابعات ومتابعين. صباح الخير يا حبايبي، صباحكم فل. جود مورنينج جايز. اوريكم اللقطه الاخيره قبل ما امشي من الناحيه دي. ادي الدفعه الثانيه لسه واقفه تاخد اوامر ان هي تتحرك وتشيل الناس اللي قاعدين في الشارع. هضطر ان انا اكمل المسيره بتاعتي واكمل طريقي، يعني لاني مش فاضيه، ما عنديش وقت للاسف. عايزه الحق اشتري حاجتي، معايا الترولي جرانه وفاضي لسه، هروح اشتري حاجاتي. بصوا كام عربيه، فان، كام فان من البوليس واقفين. بص ناو عد معايا عداد، 1 2 3 فان. ليه العدد هيزيد؟ عدد الناس هيزيد علشان يشيلوا كل حاجه معترضين عليهم. الناس اللي قاعدين في الشارع عندهم معترضين على انه في زيادات بتحصل. الزيادات في المرتبات اللي بتحصل مختلفه عن الزيادات في المرتبات اللي بتحصل في القطاع العام، قطاع اللي هو احنا نسميه قطاع عام او درايفرز. يا انا مشيت الناحية التانية كمان، هنا برضو واقف اهو. سبق كولد، شوية برد، مش قوي يعني، شوية برد، بس انا مش لابسة كوت، يعني لابسة جاكيت. كل الحاجات بتتحول مكانها. بص بص هو بيقول له ايه، اطلع على طول ما تلفش، اطلع على طول ما تلفش. كل ده مقفول، كل ده واقف. So if you are thinking to go to Ijul Road, guys, it has been blocked today and until now. I have no idea بعد شوية هيحصل ايه. I'm just like يعني حتى اللي راجع، حتى الاتوبيسات اللي راجعة لإجول رود واقفة. It's dead, completely dead. يعني اللي عدى من الصبح عدى بدري قوي، عدى الساعة 8، دلوقتي الساعة 12. And انا هاخدها مشي. تمشوا معايا. والله ما كنت هصور النهاردة، قلت اجيب حاجاتي. ناقصني حاجات كتير يا اختي رايا، ولا عندي دجاج ولا عندي لحمة ولا عندي حاجة خالص. يعني عندي خضروات كتير وفواكه كتير، بس ما عنديش الأساسي يعني. فأنا محتاجة شوية حاجات من السوق. وليه رايحة السوق يا أبي؟ لأنه السوق أرخص. إنجلترا غالية جدا يا اختي رايا. صباح الخير يا اختي رايا، أنت لسه قاعدة على الكنبية دي يا اختي رايا؟ مورنينج جايز، مورنينج. هلو ايطالي، هاي. هي 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 يوتيوبر. هلو انا شايفاك يا حبيبتي، اهلا وسهلا بك. عندي في ناس كتيره دخلت عندنا في القناه، plenty of people couldn't understand Arabic at all. اصحابي كلهم امبارح عملوا سبسكرايبس. اخر حاجه لجأت لأصحابي امبارح عشان يقولوا لي على مكان اجيب منه حاجات لبيتي ارخص من بره، لانه الاسعار بره بتاعت العفش غاليه جدا. فالناس القديمه اللي عايشين، اريح شويه، اللي عايشين هنا في البلد من اكتر من 50-60 سنه بيكونوا عندهم خلفيه عن الاماكن، دهليز يعني اللي بيتباع فيها عفش مثلا، حاجات شيك ونظيفة، فين وكام، الأسعار ايه. لسه الشارع واقف تماما. Oh my god، بصوا اتوبيسات واقفة قد ايه ورا، بصوا قد ايه كل ده واقف. من الشوارع اللي انا ما بحبش همشي فيها. يعني لو سألوني يقولولي
شقتي هنا اخر مرة امتى؟ اقول لكم من سنتين مشيت في الشارع ده. بحب شجيل، اي حاجة بتفكرني باي حاجة قديمة ممكن تعكنن عليا ابعد عنها تماما، ما برضاش اخشها. عارفين ليه؟ لانك لما بتمشي في المكان بتفتكر، ممكن تفتكر حاجات حلوة، ممكن تفتكر حاجات مش حلوة، ممكن تزعل انك خرجت من منطقة انت كنت بتحبها، ممكن تقول الحمد لله يا اختياري اني خرجت سليمة من الحتة دي. يا في ناس بتبعد مجرد ان هي بتبدأ صفحة جديدة في حياة جديدة، بتقلب الصفحة والشابتر ده خالص خالص، بتشيله تماما من حياتها. كلمتين على المشي مهمين، عشان الناس اللي هتسأل ازاي عايشة في لندن وليه ما بتجيش الحتة دي، الحتة دي كنت بمشي فيها كل يوم لمدة 17 سنة. الحدق يفهم. anyway so انا now في دنيا تانية، في حياة تانية، وبحب دنيتي. I'm so happy about what I'm doing. Whatever I'm doing, I'm glad I done it. مبسوطة اني عملت حاجة حلوة لنفسي جديدة، كارير نظيف جديد نجحت فيه، بنيت فيه طريق حلوة the rest of my future، لباقي السنين الفاضلة من عمري. So استنى بس الإشارة عشان تفتح وأعد الشارع عشان أروح الناحية التانية ناحية السوق. ذكريات من هنا كده، كانت مدرسة ابني، كنت بمشي الشارع ده كل يوم الساعة 7 الصبح رايح جاي. شايفين حصل لي ايه دلوقتي؟ اول ما دخلت الشارع افتكرت، عشان كده ما بخشوش. كنت باخد الخضار وانا راجعة من السوق فريش كل يوم، طازة بطازة، وجر ترولي وشد العيال ولدين ما شاء الله ربنا يحميهم ويحرسهم الله ويعملوا لي كده الذرية الصالحة يا رب. كنت وانا راجعة فرحانة ان اشتريت خضار وحاجات فريش، واجري على البيت الحق افضي الحاجة وانظفها واجهزها واعمل الاكل واحطه جاهز على انه يتسخن قبل ما الولاد يرجعوا من المدرسة. كنت احيانا اخد ناب، يعني ايه؟ يعني علشان افضى لابو عيالي بالليل كنت لازم اخد ساعة نوم. يعني ايه؟ يعني انام لي ساعة كده الظهر بعد ما انظف بيتي واوضب اكلي وكل حاجتي عشان اعرف اسهر بالليل واصحى بدري تاني يوم وارجع انام ساعة الظهر عشان اقدر اسهر بالليل، عشان كنت المفروض الزوجة واجبها تستنى زوجها اما يرجع تعشيه تكلم معاه تقعد معاه، مش هو ده الحاجة اللي احنا اتعودنا نعملها هنا. مش هتأثر يعني قوي. نفسي اقول لكم ان الشارع مقفول يا اللي واقفين انتوا، طبعا اللي واقفين ورا مش عارفين حاجة خالص. وكنت احيانا اشوف عيالي كبروا، يا الاقي عندي حاجات كتير قوي قوي مش هيلبسوها تانية، اروح اطاها في الترولي الفاضي وانا رايحة السوق وودي العيال المدرسة، واطلع على محل هنا قريب بتاع تشارتي بتاع اوكسفام، اخد كل الحاجات اللي ولادي كبروا مش هيلبسوها واوريكم فين المحل اهو. عادي هنا الناس اللي هنا كلهم عارفيني عشان كده، عشان كنت كل شهرين ثلاثة اجي افضي هنا محل ده عتيق بقاله اكتر من 30 سنة هنا.
والله جودي جوه، خلينا نسلم على جودي. I just wanna pass by and I miss you, Judy. How are you? I'm fine. How are you doing? I came twice and I gave them the suitcases, but you're not available. You were downstairs. You okay? I'm good. You look fresh. Do I? Yes, you are. Oh, good. Really? So I just pop in to say hello to you because I need to get some vegetables. Yes. Yeah, I went to the States and I'm going again. Hopefully 6 months. So it's really going well, thank goodness. And you're going to be one of the best people to give you the right one. Yeah, wish me luck. You see me, you know. Oh yeah, make it blonde. I used to be white when I was born. Is it? Yeah, but then I went my brown. God, I put brown dye on it. Yeah, but it's now not too much white now. No, under, it's all white. Oh. Slowly but surely, hon. Yeah, and give it a little trim. Yeah. To refresh. Yeah. I will see you next week, definitely. Yeah. Maybe on the way back, I will pop in to have a chat, yeah? All right then, darling. Thank you, Judy. Bye. Love you to see you too, sweetheart. Bye. So بالصدفة لقينا مديرة المحل جودي، من الناس اللي هي عارفاني وعارفة ان انا كنت في يونايتد ستيت اوف امريكا، في امريكا عشان الكريم بتاعي. من متابعاتي حاليا على كل قنواتي اليوتيوب، اوف كورس ما بتفهمش حاجة لاني بتكلم عربي، لكن زي ما انتم شايفين الذكريات بتكبرك لما بتمشي في طريق انت سبتيه ونهيتي وخلصتي المرحلة دي وخرجتي منها. yeah. لما أنا فتحت اللايف كان الهدف من اللايف أني أقول لكم أنه ممكن الناس تعترض وتوقف طريق بسبب زيادة مرتبات، بسبب أنه ما فيش عدل أحيانا. لكن لما مشيت في الطريق القديم الذاكرة رجعتني غصبا عني، افتكرت كنت نفسي اصبح عليكم عملي وربنا اراد انه طريقي ينقفل، وصبحت عليكم، كلمت معاكم شوية، وعايزة ارجع الكومنت تحت شوية كده عشان اقرا الناس. شوف منورة يا حبيبة قلبي، بندعي ليكي بخالص الصحة والعافية، ربنا يخليكي. جيهان، ثانك يو يا جيهان. ليه الباصات واقفة يا أبي؟ في إضراب يا حبايبي، الناس اللي مش فاهمة، أنا قربت أقفل اللايف، قال لي لا اعتبره ماضي وراح، اعتبره أصل جراح. لا هو مش أصل جراح، هي تجربة من حياتي عملت فيها كل المستحيلات اللي ممكن اي ست تعملها، which is I don't feel guilty، مش حاسة بالذنب، حاسة ان انا حاولت عند ربنا، هو اللي ما كانش عاوز ان المسيرة تكمل مع الانسان ده. باختصار بدون ذكر عيوبه ايه ولا عيوبي ايه، هو لازال ابو اولادي، لازال بكنله احترام بالنسبة لي، لازال عاش معايا جزء كبير سنين من عمري، 17 سنة، اللي ملوش خير في قديمه ملوش خير في جديده. So it's نصيب، it's اسمه ونصيب مكتوب لك من يوم ما بتنزلطين من بطن امك كده، هو اختياري تنزلين للحياه فرعي، يا مكتوب لك، مكتوب لك هتكوني مع مين ومتجوزه مين وفي اي ارض هتعيشي وهتخلفي قد ايه ومش هتخلفي خالص ولا لا، مكتوب لك كل حاجه. وانا من الحاجات اللي مكتوبه لي برضه بيها، برضه بيها ما بقولش عليها ليه حصل لي كده نو بالعكس، ربنا لما يعوز حاجة يقول كن فيكون.
حابة ألتقي فيكي. والله أنا عايشة في لندن عايدة، والله عايدة. شوفي أنا قليلة النزول للمنطقة دي خالص، يعني ما بفتحش حتى الخاص كمان عشان أقدر أقول لك تفاصيل ولا أنت فين ولا أنا فين. يعني جرين مان ليتس كروس. لقى نصيب ممكن تشوفيني بالصدفة في لندن، أو ممكن تعرفي أنا هكون في أي شارع وتتواجد، جايز زي الناس اللي بتشوفني في السوق بالصدفة وبيقفوا يسلموا عليا، وممكن ياخدوا أرقامي الجديدة وياخدوا يوم نتقابل. في حاجة كان نفسي أعملها من المرة اللي فاتت أنا I couldn't، ما عرفتش أعملها، بس ممكن أعملها يعني قبل الخطوة اللي جاية، لأنه في خطوة مهمة جدا في حياتي جاية إن شاء الله بإذن واحد أحد يا رب كده تمهالي على خير هفرحكم معايا طبعا. حابة اني اعمل يوم اقول، بس للأسف لو هعمل اليوم ده مش كل الناس هتعرف، لانه انا الناس اللي عندي معدودين على الاصابع في البيج دي في الصفحة دي، لكن هعملها فيديو لايف على اليوتيوب عشان اللي ما يعرفش يعرف. and هقول لهم ان شاء الله الحابب يتقابل مع ابي لندن ووكر هيكون يوم ايه والساعة كام وفين المكان، وهعمل تنويه كبير قبلها بكذا يوم عشان أأكد على الناس. وانا دلوقتي داخلة على الزحمة كتير، فحابة ان انا امد وممسكش الموبايل عشان اشوف الواحد اتنين تلاتة اللي هعملهم، واضطر ان انا اخد الاندر جراوند، فمش هعرف اصور لكم من اندر جراوند تحت الارض، لكن ان شاء الله هحاول النهاردة بالليل ممكن تلاقوني طالعة لكم باذن واحد احد لايف فيديو، اتنين لايف فيديو على اليوتيوب وعلى الفيسبوك باذن الله اعمل لكم حاجة حلوة. كل واحدة تخلي بالها من نفسها، واي حاجة وجعتك ارميها ورا ظهرك وابدأي من جديد. الحياة ما بتقفش على حد.